ما اهتم. خلينا نوصل رسالة. أنا سبق وأن ظهرت وقلت إنه إحنا من نشارك نشعر كأنما إحنا أمام منتخبين لانقسام الجمهور بين اللاعب المحترف واللاعب المحل. نوعية العلاقة بيناتكم بالتدريبات بالمعسكرات من خلالك نهات شنو؟ وصف لنا إياها. يعني العلاقة طيبة بيناتنا، يعني إحنا لاعبين أصلا ماكو، يعني هذا الشيء ما موجود بالمنتخب الأولمبي. زين. الكادر التدريبي واضع حد لهذا الموضوع ودائما ما يحكوا يعني. دائما ما يقول يكونوا يد وحده لنحقق الانجازات للمنتخب، فما اعتقد هذا الموضوع موجود، لان احنا دائما بالمعسكرات يعني نكون قريبين. احنا هاي الفتره تقريبا 40 يوم احنا سوا، فدائما يعني قريبين، لاعب قريب على الاخ ونقعد سوا بالغرف، يعني ما موجود اصلا هذا الموضوع داخل المنتخب. ممتاز. خلينا نتحدث عن بما تبقى من دقائق عن الانديه